أشعر بالملل. هل هذا رقم 4؟ أنا أستسلم. كيف تركز نيومي إلى هذا الحد؟ زجاجة الماء تلك تناديني. أوه، سأفعلها. ماذا؟ أعتقد أن هناك حشرة في زجاجة الماء خاصتك. حقاً حشرة؟ لقد جعلتها تتخذ الوضعية المناسبة. واصل البحث. هل ترين شيئاً الآن؟ هل أنا في البحر؟ أوه، انظروا إلى هذا الذيل الجميل. واو، عودي إلى رشدك. هل استمتعتي بالسباحة؟ لا يهم، كان مقلباً غبياً. ما هذا؟ صدف؟ هل كانت في صندوق؟ إنها جميلة. مرحباً، ماذا وجدتِ؟ لا شيء، هل تريدين هذا؟ كلا، هل لديك نقود؟ لا أدري، لا أعتقد ذلك، عذراً. هذا محزن، خذي هذا. لا شكراً، وداعاً. فتاة غريبة، غريبة جداً. شعر. ما هذه الأشياء؟ ومن صاحبها؟ ماذا؟ هذا مقزز. إيو، كلها قمامة. لكن مهلاً، ما هذا؟ أعتقد أنه يمكنني استخدامها. ربما أصنع منها ذيلاً جديداً لنبدأ العمل. يمكنني خياطة هذا. أنا بحاجة إلى أكثر من واحدة. قطعة الترتر الثانية قادمة. انظروا إلى ما يمكن لهذه الأشياء الجميلة فعله. إنها رائعة. حان وقت ارتدائه. يبدو كذيل حقيقي. ما رأيكم؟ مثل حرية البحر الحقيقية. لكن الزي غير جاهز بعد. سأحسن مظهر هذا الحذاء. والغراء البراق والحل. هذا اللون الأزرق مثالي. أكاد أن تأتي هنا. هل تبدو مثل الزعانف؟ لأنني أشعر أنها كذلك بالفعل. أحسنت يا مسدس الغراء. هل هناك ثقب آخر؟ هذا محرج. لا ترتدي حوريات البحر ملابس ممزقة. انظروا إلى هذا التول. لقد أوحى لي بفكرة رائعة. ليبدأ الإبداع. تدا، يشبه هذا زي حوريات البحر. وداعا للثقوب، أشعر وكأنني حورية بحر أميرة. إنه يناسبني تماماً. من الأفضل أن أفرد شعري. هكذا. لا شيء يعبر عن حرية البحر كالشعر الطويل. عقدة غبية. مرحباً نايومي. أنا حسناً سأدخل. حتماً المكان جميل هنا. أو ربما لا. أنا آسفة. ماذا حدث لشعرك يا فتاة؟ يا لها من تسريحة جميلة. لكن هناك شيء عالق بشعرك. حسناً، أجل، إنه فوضوي. المشط الغبي. كفى. دعيني أساعدك. هلا، أي شيء إلا هذا؟ أبعدي يديك عني. رطبة جداً. لدي المزيد. حسناً. واو، هذا جميل. حقاً؟ هذا رائع، لا أصدق ما أراه. لا داعي للشكر. الخطوة التالية وضع المكياج. إنه الجزء المفضل لدي. انظروا إلى هذه الألوان، سأستخدمها كلها. هل أنت مستعدة؟ ماذا؟ هلا. ليتك حذرتيني. واو، هذا كالسحر. اللآلئ والبريق، إنه جميل جداً. شكراً لك. بالطبع، لا بأس. على أي حال، أراك لاحقاً. وران، سأنظر عن كثب. إنه رائع. مهلاً، أريد مشبك شعر جميل. شعري ليس جميلاً بدونه. ما هذا؟ يعجبني هذا اللون. بدأت الأمور تتحسن فجأة. هذا المقص حاد جداً. اللآلئ، لا يمكنني الاكتفاء منها. وهكذا سيصبح شعري أكثر جمالاً. هل تصدقون هذا؟ أشبه حورية البحر بالفعل. من الرأس إلى القدم. الذايلة، إلى الذايلة.
أنا بحاجة فقط إلى رمل وبحر. أحسنت صنعاً، أقدم لكم نايومي الجديدة. أنت مستعدة؟ يمكنك الذهاب واللعب. واو، شكراً يا أمي. وأخيراً يمكنني الاسترخاء قليلاً، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة. هو أني لقد عدت. أجل، لقد قضيت وقتاً ممتعاً. ماذا حدث لشعرك؟ مهلا لحظة، سأربط شعرك بهذه الربطة ثم أضفره. والآن سأحتاج إلى الكاب كيك خاصتي، أريد الحافظة فقط. لقد صنعت ثقبا في الجزء السفلي منها، ويمكنني أن أدخل من خلاله ضفيرة آني، ثم سألفها في الداخل. تبدو هذه الدبابيس مثل زينة الكاك. هذا رائع يا أمي، شكرا لك. لن يتناثر شعرك بعد الآن، حركي رأسك. أنت مذهلة. استمتعي يا صغيرتي. لا أصدق هذا، لقد رسبت في الاختبار. ظننت أنني سأحصل على درجة متدنية أكثر. ها، لا يهم، لدي أشياء أكثر أهمية مثل الرقص. هاي ياي. قواني، لقد عدت. كيف كان يومك الدراسي؟ ما هذا؟ راسبة؟ هاي، توقفي. ماذا هناك؟ كنت أقضي وقتاً ممتعاً. ليس بعد الآن، يجب أن تدرسي. لكنني أكره الدراسة. لا يهم، ابدأي حالاً. هذا ظلم، لننهي هذا الأمر. لكنني أكره الدراسة. اهدئي. من على الباب يا ترى؟ مرحباً. مرحباً حضرة والدتي آني، هل يمكنني اللعب مع آني؟ لا. حسناً، هذا غريب. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، لدي فكرة. أعرف كيف يمكنني رؤية آني، لكن يجب أن أتصرف بمكر. لنبدأ. أنا بحاجة أولاً إلى بنطالي الضيق، سأقصه إلى نصفين. لست بحاجة إلى هذا. والآن سأنزع مشابك الشعر وأضع السروال فوق شعري. يبدو هذا ممتعاً. ثم سأحتاج إلى شعر مستعار، أحتفظ بها دائماً تحسباً لأي طارئ. أحب لعبة ارتداء الملابس، أبدو مثل جداتي. لا يمكنني ارتداء هذا. هذا أفضل بكثير. سأتقمص الشخصية الآن. يجب أن أتحدث بجدية. طاق طاق، إنها آخر مرة. أنا معلمة آني. تفضلي، هل تريدين مناقشة نتيجة الامتحان؟ سررت لأنك أتيت. لا ترحميها. مرحبا آني. ماذا تريدين؟ سأريك. ماذا يحدث؟ ماذا تنتظرين؟ هذه أنا. هيا لنمرح معا. أنت بارعة في التخفي. هذا مذهل. ما كل هذا الضجيج؟ لا يبدو أنهما تدرسان. ماذا يحدث هنا؟ نحن نحل بعض المسائل الحسابية. لابد أن هذا مثير بالفعل، يمكنكما المواصلة. أنت رائعة يا آني. واو، يبدو هذا الكاب كيك شهياً، لكنه سيكون أجمل عند تزيينه بالفاكهة. أمي، أريد شعراً مثل شعر دميتي. إنه جميل. أعتقد أنك لم تفهمي ما أعني. أنا مشغولة يا آني. لكنني سأكون جميلة جداً. تدهشني نفسي أحياناً، يجب أن أشارك في برامج الطهي. يداي متسختان. يمكن أن نصبح توأمان. أعتقد أنني عرفت ما علي فعله. أمي، ماذا تفعلين؟ تريدين الحصول على مظهر مماثل لمظهر الدمية، أليس كذلك؟ ستلون عصارة التوت البري شعرك. سأفرك شعرك بها. لسنا بحاجة إلى شراء صباغات الشعر الباهظة الثمن. كل ما علي فعله هو عصر المزيد من التوت. أعتقد أن هذا كافٍ. ما رأيك؟ يعجبني كثيراً، نحن متماثلتان وجميلتان أيضاً. والآن يمكنني الانتهاء من تحضير المخبوزات. مرحباً فاتي. أهلاً، هل أنت مستعدة للدرس؟ وصلتني رسالة من أحدهم. ماذا؟ يا إلهي، انظري يا آني. واو، هذا رائع. يجب أن أسرح شعري. أتعلمين؟ سأكتفي بفرده، إنه المظهر الطبيعي. مهلاً، لا أدري إن كان جميلاً، كنت أرغب بتسريحة شعر أكثر أناقة.
واو، أبدو مذهلة. ينجح هذا دائماً في الإعلانات التجارية. سأجرب استخدام قلم رصاص، ربما سيمنحني شعراً مجعداً. ربما علي الانتظار أكثر بقليل. ها، ظننت أن هذا سينجح. ماذا سأفعل الآن؟ لم تنظرين إلي؟ يجب أن تساعدينني. حسناً حسناً، انتظري قليلاً. مهلاً، هذا ما تحتاجين إلي. ما هذا؟ ثقي بي، سأضع السروال على رأسك ثم ألف حوله خصلات شعرك وكأنني أضفره. يجب أن أبقيه مشدوداً، ثم سأستخدم ربطة شعر لتثبيته. والآن سألفه خلف رأسك وأربط الجزء الزائد أمام رأسك. هل هذا مقلب؟ لا تتحركي. أشعر وكأنني سأشارك في عرض أزياء. أجل، علينا الانتظار الآن. كم سننتظر؟ كوني صبورة. ماذا سنتناول على مائدة الغداء؟ هل يمكنني نزعه الآن؟ لا. ها؟ وماذا عن الآن؟ لا. انهضي يا باتي، لقد حان الوقت. وأخيراً، أمل أن ينجح هذا. لا أصدق، أنت عبقرية يا آني. هذا ما كنت أريده. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ على الأرجح ستكونين عزباء. أوه، هذا جيد، لم أتأخر. مرحباً ليام. مرحباً، كيف حالك؟ أوه، ما هذا؟ هل هذا سروال ضيق؟ هذا مضحك جداً. آني، شكراً على النصيحة. يبدو جميلاً يا ليام. أصبح شعري جميلاً. لا تقولي شيئاً. لا شيء أفضل من تدليل المرء لنفسه. أنا متحمسة لتجربة قناع الوجه هذا. ستصبح بشرتي متوهجة. والآن سأسترخي. مهلاً، سأشاهد برنامجي المفضل. هذا أفضل. هل تحلمين بامتلاك شعر طويل؟ هل تريدين أن تداعب ريح شعرك؟ واو، شعر جميل جداً. إنه كذلك بالفعل، لن يصبح شعري مثله أبداً. أشعر بالغيرة من شعرها. هذا ليس عدلاً. استخدمي جل الشعر الخارق. واو، وهذا ما أحتاج إليه. أريد واحداً. مهلاً، كم يبلغ ثمنه؟ What؟ لا يمكنني شراء هذا. انظروا إليها وهي تداعب شعرها. تظن أنها مميزة. والآن أصبح شعري مغطاً بمادة لزجة. مهلاً، لدي فكرة. وداعاً أيها الجل الفاخر، لست بحاجة إليك. لدي قناع شعري الخاص بي. سأكتفي بفركه في شعري. يجب التأكد من أن يغطيه تماماً. سيفي هذا بالغرض. لقد انتهيت من هذا. سأدعه الآن يفعل سحره، ثم يمكنني شطفه. واو، أصبح شعري ناعماً ولامعاً، وهو بصحة جيدة أيضاً. أوه، فتاة جل الشعر الفاخر، هذا رائع. لازلت هنا. انظري، إنه جميل، أليس كذلك؟ استخدمت فقط قناع الشعر هذا. أوبس، ولم يكلفني سوى 5 دولارات. هل تمزحين؟ نانا. حان وقت تناول السوشي. يبدو شهياً. ها؟ لا أريد، أفضل تناول الزبادي. حسناً، أنت الخاسرة. إنه شهي، هذا هو الطبق المفضل لدي. أوه، إنه لذيذ جداً، يمكنني تناول هذا يومياً. بالهناء والعافية. مهلاً، ماذا هناك؟ دعيني ألتقط صورة لك. أوه، فكرة جيدة. كيف هي؟ أوه، أجل، انظري. حسناً. أو آني، هل يمكنك تكبير الصورة؟ لا يبدو هذا جيداً. هل شفتاي هكذا دائماً؟ إنهما جافتان. هذا مزعج جداً. أردت فقط صورة واحدة جميلة. ربما علي وضع القليل من الواسابي على شفتاي. هل أطلب شيئاً صعباً؟ هل أنت بخير؟ إنه حار جداً. لقد زاد الأمر سوءاً. لقد وجدتها. خذي هذا، سيبرد شفتيك. أفركي شفتيك به. أوه، هذا جيد. هل لديك منديل؟ أوه، بالطبع. لا تبدو الزبادي جميلة المظهر. هذا أفضل، أشعر بتحسن. وهما جميلتان أيضاً. حقاً؟ ماذا؟ واو، هذا مفعول الوسابي والزبادي. لكن كيف؟ واو، هذا مذهل. هذا مدهش. التقطي صورة أخرى. اتخذي وضعية جيدة.
أوه هذا رائع، انظري كلها جميلة. أهلاً، هذه هي، انشريها. حسناً سأفعل، هل نالت أي إعجاب؟ أهلاً، واو، ماذا هناك؟ لقد أصبحت صورتك رائجة. واو، انظري إلى هذا، أنا سعيدة جداً. أهلاً بكل المعجبين بي، أنتم لطيفون جداً. أحبكم كلكم. لا أصدق أننا ما زلنا في يوم الاثنين فحسب. ها. واو، ذاك الفتى وسيم للغاية. إلى الهول، هل يلوح لي؟ مرحبا. مهلا، لم تسير إلى هناك؟ يا لي من حمقاء، يزداد يومي سوءا. هو ما هذا؟ هل أسقطه شخص ما؟ حسنا، من يجد شيئا يحتفظ به لا يشاهدني أحد على أي حال. ما الموجود داخله؟ أوه، أعتقد أن أموري بدأت تتحسن وبدأت أرى الأمور بوضوح أخيراً. لنرى كيف سيعاملني الناس الآن. هل تعتقدون أن أي شخص سيلاحظني؟ واو، هل يمكنني مرافقتك إلى الصف؟ في أحلامك يا فتى. انظروا إليه واقفاً هناك، إنه لا يدري حتى بوجودي. انظروا كم هو ذكي، أحبه كثيراً. هل هذه حبيبته؟ ما الذي يعجبه بها على أي حال؟ غالباً الكثير، لن أبدو مثلها أبداً. مرحباً يا عزيزي. لما كان علي الجلوس بينهما؟ على الأقل أنا قريبة لمن أحبه. من السيء أنني خفية بالنسبة إلي. مرحباً أيتها الجميلة. هذه رسالة لحبيبي، هل لا تمررينها إلي؟ ماذا؟ إلي، اتفقنا؟ على أي حال، وهل أنا ساعية بريد؟ المكتوب فيها على أي حال؟ هل أنت جادة؟ لا أريد إعطائه هذا. هذا مزري، تفضل. ماذا؟ لقد أرسلت إلي بعض القبولات. قبولاتي لك أيضاً. كأن المدرسة ليست صعبة كفاية. لقد مللت جدا من العيش هكذا. أنت جميلة جدا، بل أنت جذابة جدا. هذا مرهق، هل تبدو مثل تلك الفتيات الجميلات ذوات الشفاه الكبيرة الجذابة؟ ربما علي تنفيذ هذا بنفسي. ربما يحتاج شعري إلى مزيد من الكثافة. طلاء الشفاه بداية جيدة، من الأفضل أن أضع الكثير. أنا جميلة، سأصنع الآن طبعات جميلة. هل شفتي رفيعتان هكذا؟ لا يتسنى لي أن أستريح أبداً. يلا طلاء شفاي الغبي، هذا مزعج جداً، لا أستطيع التعامل مع هذا الشعر المفكوك. أهلاً؟ مهلا لحظة، ربما يمكنني استخدام هذه الأربطة على شفتي. علي أن أضخ الدم فيهما. أبدو أفضل بالفعل. علي الانتظار الآن. حسنا، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. هذا ما أردت، إنهما سميكتان وجذابتان. هذا مختلف تماما عن شفتي رفيعتين سخيفتين. هذا مثالي، أشعر بثقة أكبر في نفسي بالفعل. أنتما الاثنان مجددا، لست متأكدة ما المضحك، لكن حسنا، يمكن الاثنتان لعب هذه اللعبة. ماذا؟ ما هذا؟ لقد أرسلت إلي قبلة. أراك لاحقا يا عزيزي. واو، هل هي جديدة؟ أنت أعطني هذا. لا يا حبيبتي، أنا أحبك. أجل، أنا سعيدة جدا لأن بإمكاننا التسكع معا أخيرا. واو، شكرا لك. ما رأيك في أن تقبليني؟ حسنا. ماذا؟ ما هذا؟ إنه هنا، لا أصدق أنني استغرقت في النوم طويلا. لما لم يرن منبهي؟ علي الإسراع حقا. يا للهول، بشرتي مريعة.
يلا الهاولة، حسناً ابقي هادئة، يمكنني إصلاح هذا. أحتاج إلى رقعتين للعين فحسب. ماذا؟ سأستخدم الماء البارد إذن. إنه بارد جداً. ماذا؟ مهلاً، يستحق هذا المحاولة، أليس كذلك؟ فليختفي الانتفاخ. أوتش، ما زال وجهي منتفخاً. مرحباً. ماذا؟ هل هذا صوت الباب؟ حسناً، لم أتوقع مجيء أحد. خجل، تفضل بالدخول. حسناً، اتبعني فحسب. يمكنك الانتظار هنا، اتفقنا؟ اجلس على راحتك. لما لا ينجح أي شيء؟ أعتقد أن علي تقبل هذا الوضع. هذه النظارة رائعة، أليس كذلك؟ كيف دخلت إلى هنا؟ لم يرني بعد. أحتاج إلى بضع دقائق فحسب. عزيزتي، لما تخافين هكذا؟ اتركيني وشأني يا أمي. يا للمراهقين هذه الأيام. ما الخطب؟ وجهي يا أمي. لقد مررت بهذا، لكني أعرف حيلة بسيطة مفيدة. اعتدت أنا وصديقاتي على فعل هذا طوال الوقت. تحتاجين إلى خيارة وشيء لتبشريها به، هل ترين؟ فور الانتهاء من هذا، انقعي فيه مسحة قطنية. نحتاج إلى نصفين، واحدة لكل عين. بعد أن تنتقع وتجهز، يمكننا أن نبدأ بإزالة الانتفاخ أخيراً. جففي دموعك. ماذا؟ أعتقد أن بإمكانك استخدام هاتين يا عزيزتي. رقعتان للعين؟ واو، إنها جميلة وباردة أيضاً. اخرجي من هذه الثلاجة الآن. تبدو هاتان العينان أفضل بالفعل. حسناً، أعتقد أن هذا كافٍ. واو، لقد عادتا إلى طبيعتهما. انطلقي الآن. آسفة على تركك في انتظاري طويلاً، كنت أستحق الانتظار، أليس كذلك؟ واو، إن رائحته مذهلة بالتأكيد. آمل أنني أعددت ما يكفي. لقد أحسنت عملاً، إنه تحفتي الفنية. أجل، أبدو مثيرة. هل أفتح سترتي أم أغلقها؟ تزيدني تصفيفة الشعر هذه جمالاً. جدتي، لقد أعددت البسكويت لك يا حبيبتي. سأذهب إلى حفلة يا جدتي، ربما لاحقاً. حسناً، آسفة. ما هذه الحفلة؟ هل ستذهبين حقاً؟ إن شعرك يبدو أفضل هكذا يا عزيزتي. جدتي، هل تتوقفين عن فعل هذا؟ دعيني أصلح مظهرك. توقفي، لا أحتاج إلى مساعدتك. هؤلاء المراهقون لا يبدون أي احترام. أعمل جاهدة في المطبخ، وماذا أجد؟ حفلة؟ يا للهول، لقد نست حقيبتها، لن تبتعد كثيرا من دونها. يا للهول، أعتقد أنني في المكان الصحيح. هيا دا. مهلا حقيبتك. يا للهول، هاتان الساقان ليستا سريعتين كما كانتا. مرحبا، نست حفيدتي حقيبتها، هل يمكنني إعطاؤها لها؟ يسمح للطلاب فقط بالدخول. أفهم ذلك، لكن هذا مهم. مرآة، لكن لماذا؟ لا أفهم هذا. هل تخافين من بعض التجاعيد؟ حسناً إذن، لا أصدق هذا الهراء. كنت أحاول المساعدة فحسب. مهلاً، أراهن على أن لديها مكياج هنا. دعوني أرى الآن. ما هذه الأداة؟ إنها تبدو خطيرة، دعوني أرى. إنها تمنحني شعوراً جيداً في الواقع. أصبح ملمس بشرتي أكثر نعومة. يا لها من مغامرة، أبدو جميلة جداً الآن، سأحتفظ بها. ماذا لدينا هنا؟ سويتشيرت؟ مهلاً، إن مقاسه ملائم علي. هل يوجد أي شيء آخر هنا يمكنني استخدامه؟ مهلاً، تبدين مألوفة، أين رأيتك من قبل؟
حسناً تفضلي بالدخول. حبيبتي، ماذا؟ جدتي؟ هذا صحيح، لقد نسيت حقيبتك. وبينما أنا هنا فكرت في أنك ستودين قطعة بسكويت. جدتي، ماذا أفعل به؟ لقد جعلني هذا محبوبة جداً. ماذا سأفعل اليوم؟ أوه، هلا وحليا للتو؟ إلى الهول، مرحباً. مهلاً، ماذا؟ هل وقعت تلك الفتاة في المسبح؟ إنها تحتاج إلى المساعدة. أيتها المسكينة، تفضلي خذي هذه البطانية لتبقي دافئة. شكراً لك يا إلهي، أنت جميلة جداً أيضاً. يمكنني مساعدتك في هذا، دائماً أحضر أغراضاً احتياطية وأكون مستعدة دائماً لنفعل هذا. يوجد العديد من محمصات الخبز هنا. ها؟ ما هذا؟ منبه، 5 دقائق إضافية. أجل، حان وقت الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. سأكون مذهلة تماماً اليوم. كلا، سأعود إلى نومي. حسناً، من الأفضل أن أبدأ بالاستعداد. ها أنا دا، وجهي جميل ونظيف. مهلاً؟ ومن يهتم؟ ليس أمراً مهماً، سأمشط شعري بأصابعي. ها نحن دا. حسناً، أي نظارة أرتديها؟ ربما أرتدي هذه النظارة الزرقاء، أو ربما مزاجي ملائم لارتداء نظارة هاري بوتر. أجل، هذه هي. والآن أي بلوزة أختار؟ البيضاء السادة أم ذات النقاط السوداء؟ سأختار الأبيض، ستكون رائعة. لما تبدأ المدرسة في وقت مبكر للغاية صباحاً؟ هلانا؟ كلا كلا كلا، بترة على أنفي تماماً. حسناً، سيساعد هذا على إزالتها. سأنظف أسناني بينما يؤدي عمله. علي تنظيف مسامي وبشرتي، أحب فعل هذا. فالآن سأضع الماسكارا. 99 و100. ها أنا ذا، لقد اهتممت بكل شيء. حان الوقت لأختار ما أود ارتداءه. ماذا عن هذه الملابس؟ تنورة حمراء وبلوزة وردية. هل سيلائمان أحدهم الآخر؟ أجل، أظن ذلك. أجل، كنت محقة تماماً، أبدو بمظهر لطيف جداً. صباح الخير، هل أنت مستعدة للمدرسة؟ لأنني مستعدة جداً. أحتاج إلى التأكد من أن معي كل كتبي. سأحتاج إلى تعديل مكياجي في وقت ما بالتأكيد. من الأفضل أن أحضر كل أقلام التحديد خاصتي، تحسباً إن احتجت إليها في فرق الفن. لماذا لا يلائم مجفف الشعر هذا حقيبتي؟ لا فائدة من المحاولة. حسناً، ماذا أيضاً؟ هذا الدفتر؟ لا أحتاج إليه بالطبع. حسناً، هل أنت مستعدة للذهاب؟ لنفعل هذا. يا إلهي، هل سيترك ماوك للأدغال حقاً؟ مستحيل، إنه سيفعل ذلك. يا إلهي، لا أعلم كيف أشعر بشأن هذا. سعيدة وحزينة، أحتاج إلى مشروب ما. واو، يا له من كتاب رائع. أهلاً، لماذا أشعر بإحساس غريب في وجهي؟ لقد ظهرت بثورا على وجهي، يبدو كوجه البيتزا. من المستحيل أن أقبل بحدوث هذا، علي فعل شيء ما. حان الوقت لأبدأ بفقع البثور. ماذا يحدث؟ أشعر باضطراب يتعلق بالاهتمام بالبشرة. ماذا تفعلين؟ توقفي. كلا، لا تفقعيها، فهذا سيزيد الأمر سوءا. حسناً، من الجيد أنك صديقتي، لأنني لدي ما تحتاجين إليه. ما هذا؟ وما الذي يفترض بي فعله بها؟ هل وضعت للتو ملصقاً على وجهي؟ هزال بالتأكيد، إن بها علاجاً للبثور، ستساعد على إزالة الرؤوس البيضاء. ثقي بي في هذا، لنضعها على كل الأماكن التي بها مشاكل. هل أنت جادة؟ هل تودين وضع ملصقات على بشرتك بأكملها؟ أجل، سنجعل بشرتك صافية. أشعر وكأنني كتاب أنشطة لطفل أو شيء ما. حسناً، هذا جيد، والآن يمكنني نزعها، صحيح؟ كلا كلا كلا، عليك وضعها لحوالي 4 ساعات. 4 ساعات؟ حقاً؟ طابعات مضربة عن العمل. أنت استيقظي، لم يتبقى سوى ثوان على المؤقت. حسناً، لننزعها. ها هو أول واحد، وبشرتك تبدو جيدة بالفعل. ستصدمين وتفاجئين من هذه النتائج. أجل، كنت محقة تماماً. أعطيني المرآة لكي أرى. واو، مستحيل، انظري كم تحسنت بشرتي. مرحة. مهلاً، ماذا تفعلين؟ لا عجب أن البثور تواصل الظهور على بشرتك هكذا. هذا الكتاب جيد جدا، وكذلك البرجر.
مهلا، افسحي لي قليلا. هل انت مستعده لتمرني معي؟ رياضه؟ كلا شكرا، هذا لا يناسبني. الم تقولي انك تودين ان تكتسبي لياقه بدنيه اكثر؟ اعتقد انني قلت ذلك بالفعل. ولم تقولي انك تودين اثاره اعجابي هذا الوسيم؟ حسناً، أنت محقة، لقد قلت ذلك. سأتي معك. حسناً، تعالي ورائي وسنحسن لياقتك. أشعر بالإرهاق من مشاهدتك بالفعل. لا تنسي تمرين ذراعيك أيضاً وليس قدميك فحسب. هيا سنذهب إلى هنا، المكان لطيف هنا. إن كان هذا رأيك. أنت توقفي عن التصنع، أسرعي وتعالي إلى هنا. قدم تلو الأخرى، هكذا ينجز الأمر. يا إلهي، أعتقد أنني أموت. لست تموتين، أنت بخير، وصل التمرن. تخيلي تقبيل هاتين الشفتين اللطيفتين فحسب، لم يتبقى سوى عدات بسيطة. إنك تنجحين تماما. واحدة أخرى، هيا وصلي رغم ألمك. يا إلهي، أنا مرهقة جدا، أعتقد أن قدمي مكسورتان. حمدا لله على أنني في المنزل أخيرا. أزال البرجر هنا. أزال، أدخل في فمي أيها اللذيذ. من الأفضل أن أختبئ كي لا أقع في المتاعب. ينبغي أن يكون المكان آمناً من الأسفل. حان وقت الأكل. أين ذهبت؟ ظننت أنها عادت إلى المنزل. حسناً، إنني لا أراها هنا. أتساءل إلى أين قد تذهب؟ على اللحظة، أعتقد أنني أسمع صوت مضغ. أنت وجدتك تختبئين تحت الطاولة وكأنني لن أبحث هنا. أعطني هذا، لقد أنجزت عملا كثيرا اليوم. إن كنت جائعة يمكنك أكل هاتين التفاحتين. سنعد العصير، فهذا دائما ممتع ولذيذ. تفضلي، هيا اشربي، سيجعلك في صحة جيدة. حقا مذاقه ليس جيدا على الإطلاق. هاجل، أنت محقة، هذا بشع. آسفة. يا إلهي يا إلهي، أنا فاشلة تماما في السير بكعب عالا. عليك تركيز وزنك على أصابع قدميك وليس على كعبيك. تمام، مهلا لحظة. اسمعي، أبقي ظهرك مستقيما وارفعي ذقنك. أنت ذا، والآن حاولي السير هكذا. حسنا حسنا، بدأت تفهمين الأمر. أو ربما لا، ربما هي حالة ميؤوس منها. لديها حقيبة ظهر مليئة بأكملها بالكتب والروايات. قد يكون هذا هو الحل في الواقع. حسناً، وازني هذه الكتب على رأسك، سيعلمك هذا وضعية الجسم الجيدة. هل ترين؟ سيري هكذا فحسب. أو حسناً، فهمت. هجل، أنت تنجحين. أنت، لحظة، ماذا حدث للحذاء ذي الكعب العالي؟ إنها حافية، هذا يخالف هدفنا تماماً. أنت، حسناً، أنا ذا، لقد ارتديته مجدداً. كلا، كتبي ونظارتي. أوتش. الجو حار من اليوم في الخارج، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً. كذلك تلقت كتبها صدمات كثيرة. هيا هيا، أنت، أعتقد أنني أفعلها. انظري. أجل، لقد فعلتها. كنت أعلم أنك تستطيعين فعلها لأنك مذهلة. أوه، انظروا إلى ما تفعل. مرحباً. بدأ ذلك وكأنه قد ألمها. يا للهول. يوجد مكياج كثير، لا أعلم من أين أبدأ حتى. مرحبا، من أين حصلت على كل هذا المكياج؟ لقد اشتريته، لكنني لا أعلم ما أفعل. هل يمكنك مساعدتي؟ حسنا، بالتأكيد سأساعدك، تعالي معي. انظروا إلى هذا المكان، إنه لطيف جدا. لقد أحببته. هل أعجبك؟ إذن خذي نفسا عميقا واستعدي لأننا سنبدأ. وهكذا انتهيت. حسنا، تفقدي المكياج. يا للهول، لا مستحيل، هذا كثير جدا. أنا آسفة ولكني لا أحبه. ماذا؟ تبدين جميلة. هجل، لكنني أريد مظهرا طبيعيا أكثر، ليس هكذا. حسناً، لا تنزعجي، يمكنني عمل مظهر مختلف. سنجرب هذه الألوان بدلاً من ذلك. حسناً، أمل أنك محقة. واو، هذا ما عنيته تماماً. سأبدو وكأني أضع مكياج حتى. حسناً، جيد، يسرني أنه أعجبك. هل تودين التقاط بعض الصور؟ يمكنك رفعها على إنستغرام. ابتسمي، إننا صديقتان مقربتان ونبدو بأفضل ما ظهر. ها نحن ذا، سأرسلها إليك، ولكني سأنشر واحدة الآن. إلى ما تنظر في الهاتف؟ لا يمكنني أن أرى بدون نظارتي. تفضلي، انظري إلى هذا. ماذا تفعلين؟ واو، يبدو هذا مذهلا، أحسنتي عملا، لكنك فرقتي عينيك وأفسدتي المكياج. لكن على الأقل التقطنا الصور.
واو، انظروا إليهما، تبدوان رائعتين. متى أصبحت شهيرة جدا؟ فستانها ومكياجها رائعان. مستحيل، إنها تصير مرتدية حذاء بكعب عال. ماذا؟ أوه، انظروا إليها، لا يمكنني إبعاد عيني. أوتش، ها؟ ماذا كانت تلك الضوضاء؟ يا إلهي، أحسنت يا صديقتي المقربة. يا دميتي، شعرك ناعم جدا. لا أصدق أنها ما زالت تلعب بالدومة. مرحبا، هل تحب الدومة؟ ألا تعتقد أن شعرها جميلا جدا ولامعا؟ أسف علي الذهاب. أعتقد أنه لا يفهم الأمر، دميتي متسخة قليلا وربما تحتاج إلى قصة شعر. اثبتي يا دميتي، لن يؤلمك هذا مطلقا، سأقص القليل فحسب لنعالج هذا الفستان الرث أيضا. تبدين أفضل كثيرا يا دميتي، هيا يمكنك الجلوس على المقعد بجواري. لا أصدق كم يبدو مظهر دميتي جميلا. ما هذا؟ من أنت؟ من أين أتيتِ؟ لا أصدق أنك أصبحت حية يا دميتي، كيف أصبحت شخصا حقيقيا؟ توقفي عن لكذي رجاء يا واندي، فذلك وقح جدا. لا أصدق أنك أمامي هنا، قد يكون هذا هو أكثر شيء جنوني ومدهش حدث لي على الإطلاق. هل يمكننا التقاط صورة معا يا دميتي؟ أجل، انظري إلى كل صورنا لدي. مهلا، هل هكذا أبدو حقا في الصور؟ دميتي، أجل يا واندي، إنها ليست أفضل صور. انظري، لا تعيري انتباها لهذه الصور، تفضلي خذي هذه المرآة لتنظري فيها. لا أفهم الأمر، ما الذي يفترض بي أن أنظر إليه؟ انتظري هنا فحسب. أتساءل إلى أين تذهب؟ حسناً، ستعود. وبما أن لدي هذه المرآة، فمن الأفضل أن أفقع هذه البثور. سأضغط عليها قليلاً، هذا مقزز، من الأفضل أن أفقع هذه أيضاً. لقد فعلتها. يوجد واحدة أخرى على وزنتي أيضاً. ويندي، لقد عدت ولقد أحضرت حقيبة. مهلاً، ماذا تفعلين بوجهك؟ إنني أفقع البثور فحسب، لا يمكنني كبح نفسي. فهمت، اسمعي، لدي شيء أفضل لك من أصابعك. ماذا؟ ما هذا؟ إنها تبدو كأداة من نوع ما. حسناً، يبدو أن علي الضغط على هذا الزر ثم أضعها على وجهي. يا إلهي، لقد عالجت بثرتي. هل حدث ذلك فعلاً للتو؟ هذا مذهل، يا له من أداة سحرية. إنها ليست سحرية، بل تعتمد على العلم. هذا رائع جداً، سأواصل استخدامها فحسب. سأرى إن كان بإمكاني التخلص من كل البثور على وجهي. أحسنت عملاً يا واندي، أكملي. شكراً جزيلاً يا دميتي، لدي شيء آخر لأجلك، هل تودين تجربته؟ أجل، بالطبع أريد ذلك، سأجرب أي شيء لديك في هذه المرحلة. دعيني أضع هذا القناع من الشاي الأخضر على بشرتي الدهنية، إن ذقني وأنفي هما من تقطع المشكلات لدي بالتأكيد. شكرا يا دميتي. حسنا، إليك قناعك. على الرحب والساعة، يبدو أنك وضعتي لوقت كافا. رائع، لنأخذ هذه المنشفة ونمسح القناع. واو، انظروا كيف عالج رؤوسي السوداء. مستحيل، تبدو بشرتي أفضل كثيرا الآن. هذا صحيح، لننتقل إلى الخطوة التالية. ما هذا؟ هل هو نوع من الشريط اللاصق؟ إنه لحاجبي. ماذا يفترض به أن يفعل؟ ألن ينتف شعري؟ أجل، حسناً، انتظري لحظة، سأنزع هذا الشريط من على وجهك. واو، انظري إلى شكل حاجبي الآن، لا أصدق ما حدث بقطعة من الشريط اللاصق فحسب. شكراً جزيلاً لك يا دميتي، أنت أفضل صديقة على الإطلاق، لنلتقط صورة جديدة معاً الآن. أعتقد أن علي الذهاب للمدرسة، يا للأسف، أحضرت حقيبة ظهري. مرحباً يا دميتي، ما الأمر؟ ماذا؟ ما الأمر؟ هل هذا ما سترتدينه إلى المدرسة؟ أجل، ما الخطب في هذا؟ لا شيء، لكن لدي فكرة لك، تفضلي اجلسي على هذه الأريكة، دعيني أرى ما في دولابك. يا إلهي، انظري كم هذا اللون مبهج وزاهن. هذه البلوزة؟ حقاً؟ أجل، أعتقد أن هذا هو الزي المناسب لك للمدرسة. حسناً، جيد، دعيني أرتديها، سأمرر ذراعي عبرها. حسناً، ها هي. أجل، تبدو جميلة عليك، ابقي مكانك الآن. حسناً، حمداً للرب على أن معي شوكولاتة لأتناولها كوجبة خفيفة. انظري إلى عصبة رأس المخملية الجميلة هذا، إنها مثالية لك. لدي فكرة أخرى رائعة. حسناً، لا بأس، ماذا لدي لأكله هنا أيضاً؟ ممتاز،
ممتاز، سيكون هذا البنطال الجينز مثالياً. جينز حقاً. حسناً أمسكي النوتيلا خاصتي بينما أغير ملابسي. يا إلهي إنه ضيق جداً، لا أستطيع ارتداءه. أجل، لا يمكن أن أغلق هذا الزر. أوه يا ويندي، يعني هذا شيئاً واحداً فحسب، لا مزيد من الحلوى. ماذا؟ لكنني أحب الحلوى. حسناً، جيد، دعيني أرى إن كان بإمكاني إغلاق الأزرار. حسناً، لقد أغلقت الأزرار. لا أعرف حتى كيف فعلت ذلك، هذا نوع ما من سحر الدمى. تبدين جميلة جداً، إليك حقيبتك. لتمتعي بالمدرسة. كان هذا عملاً شاقاً لإعدادها. انظروا إلى كل هذه الأغلفة، لقد أكلت الكثير من الأطعمة السريعة. أعتقد أنني سأنظف هذه الأغلفة وسألقيها في القمامة. مهلاً، ما تلك الضوضاء؟ هل هذه ويندي بالخارج؟ أجل، مرحباً يا دميتي، لا تهتمي لوجودي. كان ذلك لوحة حلوة، لابد أنها هنا في مكان ما. ها هي. دميتي. يا ويندي، أنا جائعة جداً، أحتاج إلى بعض وجباتي الخفيفة. مرحباً يا ويندي، هل يمكنني مساعدتك في شيء اليوم؟ ما تلك الضوضاء؟ أعتقد أنها آتية من الثلاجة، علي تفقدها لأتأكد من أن كل شيء بخير. مرحباً يا دميتي. اخرجي من الثلاجة يا ويندي، إنها باردة جداً. تعالي إلى هنا وأعطيني تلك النوتيلا. بدلا من تناول الشوكولاتة، تناولي الموزة، إنها صحية أكثر. موزة؟ بحقك، إنها وجبة خفيفة مريعة. إنها وجبة خفيفة مثالية لك، سأني غسيل الأطباق. هذا أسوأ شيء. مهلا، أعتقد أن لدي فكرة رائعة. هل تنظر دميتي؟ كلا، ما زالت عند الحوض. حسنا، لدي أداة الموز المفيدة هذا. حان وقت العمل. أحتاج إلى تمرير هذا القضيب عبرها، ثم سألفه. يمكنني الآن سحبه للخلف، وسينزع معه قلب الموزة. هذا أكثر جزء مقزز من الموزة، لكن يمكنني الآن وضع الموزة المفرغة هنا، ويمكنني ملء هذا المكان الصغير بالنوتيلا اللذيذة. سيفي هذا بالغرض، ويمكنني الآن ضغط هذه الرافعة. امتلأت الموزة بالنوتيلا الآن، أنا متحمسة بالتأكيد لتناولها الآن. ويندي. مرحبا يا دميتي، إنني أتناول الموزة كوجبة خفيفة. كان ذلك وشيكاً. انظروا إلى هذه الشوكولاتة اللذيذة بالبندق. يا إلهي، إنها لذيذة جداً، هذه أفضل موزة تناولتها على الإطلاق. حسناً، لقد عدت من المدرسة، حمداً للرب، وما زلت أبدو جميلة، إلا أن مكياجي يحتاج إلى تعديل قليلاً. علي تذكر نزع نظارتي بالطبع، دعوني أعيد وضع مسحوق كريم الأساس. حسناً، ينبغي أن يفي هذا بالغرض، وسأضع الآن الماسكارا، علي تغطية رموشي بها. لقد لمست جفني. لا بأس بذلك، ها أنا ذا، إنني أبدو جميلة، لقد أحسنت عملاً. طلاء الشفاه الوردي هو درجتي المفضلة بالتأكيد، يبدو رائعاً، لقد أحببته. يا ويندي، لقد عدت، ماذا تفعلين؟ فهمت، أنت تضعين المكياج، دعيني أرى النتيجة. أجل، لقد احتجت إلى تعديله بالتأكيد. دميتي. يا إلهي، هل أنت بخير؟ هيا سأساعدك على النهوض. ما الخطب؟ لما سقطت هكذا؟ لما تضعين المكياج؟ ألم أخبرك؟ انظري إلى هذا، إنه ملصق لعرض أزياء. عرض أزياء؟ لقد فهمت. حسناً، إن أردت المشاركة فيه فسأساعدك، تعالي معي. اجلسي على الأريكة. ماذا؟ علي إصلاح مكياجك، لكني قضيت وقتاً طويلاً في وضعه بالفعل. حسناً، لا بأس، سأنزعه كله لأنك طلبت هذا. أجل، لا تنسي مسح طلاء شفاهك أيضاً. أحسنت عملاً يا ويندي، دعيني الآن أخرج عدة مكياجي. ما هذا؟ من أين حصلت على هذا الصندوق الضخم؟ أحتفظ هنا بكل مكياجي وأدواتي. انظري إلى هذا، تضعين كريم الأساس السائل على الفرشاة الدوارة. انظري كم تدور بسرعة، إنها سريعة جداً. حسناً، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. انظري، سأترك الفرشاة تضع كريم الأساس على بشرتك. واو، إنها ناعمة وجميلة، لم أتوقع ذلك. ها نحن ذا، تبدو الآن بشرتك خالية من العيوب. هذا مذهل، ماذا لديك للماسكارا؟ واو، لديك رموش مغناطيسية. أجل، إنها كذلك، لن تحتاجين إلى وضع الماسكارا. أثبتي مكانك وسأضع لك هذه الرموش. كيف تبدو علي؟ أراهن أنها تبدو رائعة. شفاه. حسناً، أظن أن هذا كافٍ. كيف تبدو؟ إنها تبدو مذهلة، اللون مذهل عليك، وعليك ارتداء هذا أيضاً.
حسناً لنا ذهب. لديك ذوق رائع جداً في الأزياء يا دميتي. يبدو هذا رائعاً. أوه انظري، إننا نرتدي زي نفسه تقريباً. لنا ذهب. أوه أنا متوترة للغاية من وجودنا هنا الآن. تعلمين؟ كلا لن أفعل هذا، أنا متوترة جداً. لا بأس، خذي نفساً عميقاً، ستكونين رائعة. أوبس معذرة، آسفة بشأن هذا. أنا هنا للمشاركة في عرض الأزياء. حسناً، أعتقد أنها تبدو جميلة جداً. مرحباً، هاو تبدين مذهلة، أحب بلوزتك. كنت أعلم أن هذا سينجح. آه يا له من نوم هانئ. الوقت الآن؟ أوه كلا، لقد تأخرت وليس لدي وقت لأصفف شعري. أحتاج إلى الإسراع. أعلم ما علي فعله، أرى أن ينجح هذا. أوه كان ذلك تغييرا سريعا. أعترف بأنني أثرت إعجابكم. قفنا مكانك. مرحبا، أنا هنا لحضور الحفلة، تفضلي بالدخول. مرحبا، فلتحظي بليلة رائعة. هل يمكنني الدخول؟ ليس بهذه السرعة، يجب أن تتزيني بقليل من الحلي اللامعة ولستي ترتدين أي منها. حقا، ولكنني أحب ملابسي. أظن أنني لن أحضر الحفلة أيضا. أوه انظروا إلى هذا، لدي فكرة. حان الوقت لتشتيت انتباهها. إن أرادت حليا لامعة فسأعطيها ذلك. أوه ما هذا؟ بلطف وهدوء، علي الإسراع. أنت ماذا تفعلين؟ ارحلي من هنا. وقحة للغاية، ولكنني حصلت على خاتم جديد. الفائدة؟ أنت انظري إلى هنا. من أنت؟ تفقدي هذا. أوه اختيارات عديدة، ولكني سأشتري هذا. هذا سيكلفك الكثير. شكرا لك أيها الغريب الغامض، لم أكن هنا أبدا. حان وقت العمل، سأضع هذه الأحجار الكريمة في شعري. هذا سهل جدا، وهذا يعطيني قليلا من الحلي اللامعة. أضغط على أداة التصفيف فحسب وتلتصق الأحجار بشعري. واو أوه أحب هذه الأغنية. واو هذا ساطع، أعلم إن هذا رائع. واو ستناسبين الحفلة تماما. شكرا، أحب أسلوبها. يبدو هذا جيدا. ماذا أيضا؟ أعلم، سأضع محدد العيون، هذا ما أحتاج إليه تماما. مجرد خط بسيط. حسنا، هذا ليس ما خططت له. حسنا، لنجرب هذا مجددا. هذا أصعب مما يبدو، لا يمكنني الخروج هكذا. أوه كلا، ليس لدي الوقت لهذا. حسنا، ركزي بلطف وثبات. أوه القلم لا يعمل. هيا، إنه فارغ، هذا مزعج جدا. علي إزالة هذا. يا أشلي هل أنت مستعدة؟ علينا الذهاب. أشلي هل أنت بخير؟ لا أعتقد ذلك، هذا مظهر مثير. قضيت بحادثة خلال وضع مكياجي. لا تقلقي، لدي ما تحتاجين إليه. تحتاجين إلى شريط لاصق فحسب. حقا، استخدميه على جانب وجهك فحسب. أوه فهمت الأمر، إنه يستحق التجربة. احصلي على شكل مثالي كل مرة لمحدد العيون بهذه الحيلة. ضعي قطعة من الشريط اللاصق على أنفك ومدديها حتى أسفل عينيك، ثم ضعي قطعة أخرى فوق جفنك. قد يبدو هذا غريبا، ولكن ثقي بي. والآن ضعي قليلا من ظلال العيون الأسود على إصبعك، وضعيها على زاوية عينيك. يعمل الشريط اللاصق مثل خط إرشادي، ثم أزيلي الشريط اللاصق وستحظين بمكياج عيون مثالي. يبدو رائعا جدا، أحببته. أخبرتك بأن هذا سينجح، ولكن علينا الذهاب. أوه حسنا، كنت أنتهي، ها أنا ذا. ما التالي؟ أوه علي تصفيف شعري بشكل ما.
ستبدو التجاعيدات جيدة. والآن علي الانتظار. ينبغي أن يفي هذا. ماذا؟ أين التجعيدات؟ لماذا لا ينجح هذا؟ لا أفهم السبب. الأسلاك، هل أكلتها؟ ماذا؟ يستحيل أن أتمكن من إصلاحها. لماذا يحدث هذا لي دائماً؟ لن أحظى بتجعيدات أبداً. هل كل شيء بخير يا عزيزتي؟ ما الخطب يا عزيزتي؟ حالة التجعيد خاصتي لا تعمل، انظري. ربما يمكنني إصلاح هذا. أحتاج إلى فرشاة الشعر هذه فحسب. ماذا؟ أمي، أريد تجعيدات. أولاً سأخذ قليلاً من شعرك وسألفه حول فرشاة الشعر. سنلفه بشكل محكم. نحتاج إلى حرارة، لذا يمكننا استخدام مجفف الشعر. ثم نفك شعرك لأسفل. مستحيل، وصلي يا أمي. هذا سهل جدا، سيلائمك هذا جدا. هذه آخر خصلة. حسنا، لقد انتهينا. ما رأيك؟ هذا مذهل، شكرا يا أمي. على الرحب والسعة يا عزيزتي، استمتعي بوقتك. الاستعانة بسحر حورية البحر. أضيف القليل من البريق إلى مظهرك اليومي. ولا تنسي مشاركة هذا الفيديو مع صديقاتك والاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو.